والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته أحرقته بالنار لما ترددي منهم ابن النابلسي هذا الإمام المصري الكبير الذي يلقب بالشهيد كان في دولة الباطنية وكان يقول لو أن عند المرء 10 أسهم فإنه يجب أن يلقيها في هؤلاء فبلغهم هذا القول فأتوا به وقالوا بلغنا أنك قلت إذا كان للمرء 10 أسهم من السهم يعني فإنه يلقي فينا 9 وفي الروم 1 الروم والنصارى قال كذبوا علي بل قلت إذا كان لدى المرء 10 أسهم فيلقي فيكم 9 ويلقي 10 فيكم فأمروا به فسلخ حيا وأمروا يهوديا بسلخه حيا والكلمة التي تكلم بها وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا رق قلب اليهودي له وهو بيسلخه لما وصل إلى قلبه طعنه بالخنجر حتى يريحه من هذا العذاب فأنا مع الأسلاف أقفو نهجهم وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي عندما تقرأ سير هؤلاء تشعر بحماسة تعتريك يعني أنا لا أزال أذكر كلمة أبي مسلم الخولاني هذه الكلمة قرأتها في مطلع حياتي العلمية وأنا في سنة أولى كلية سنة 75-76 وهذه الكلمة كان لها أثر كبير علي في فترة من فترات عمري كان أبو مسلم الخولاني يصلي قائما بالليل فكلما تعب كان يتوكأ على عصا كلما تعب كان يضرب قدميه بالعصا ويقول لأنتما أحق بالضرب من دابتي أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا ويقوم يقوم يصلي لما تقرأ في سير العلماء تأخذ علما تأخذ أدبا أي مصيبة تعتريك تعلم أنها مصيبة قليلة إذا قيست بمصيبة العالم وأنا أقول لطلبة العلم كلما مرت عليك سحابة من الكآبة والملالة فعليك بسير العلماء فإنه ينفض عنك هذا الغبار وأنا جربت هذا في حياتي كلها لا يكاد يمر يوم إلا وأطالع سيرة عالم أو أكثر من العلماء وفي بعض العلماء طلعت سيرهم أكثر من 100 مرة زي سفيان بن عيينة وزي سفيان الثوري وزي شعبة ابن الحجاج وزي مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء محمد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا الله يجمعنا بهم في جنة في
في مقعد عند المليك مخلد. صلى الإله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتدٍ.